والسجود هل هو سجود التلاوة، هل هو صلاة، أو أنه سجدة مجردة؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، والصواب أنه ليس صلاة وإنما سجدة مجردة. وعلى هذا لو سجد وهو غير متوضئ، أو المرأة إذا كانت حائضا، أو سجد وهو غير مستتر، أو إلى غير القبلة ونحو ذلك، فإن سجوده تام. يعني خلافا للمشهور من المذهب يقولون بأن سجود التلاوة صلاة، تشترط له شروط الصلاة، ولا بد له من أركانه أن يسجد وأن يجلس، والتسليمه الأولى واجباته تسبيحة القول سبحان ربي الأعلى، تكبيرة السجود، تكبيرة الرفع إلى آخره. لكن الصحيح في ذلك أنه سجدة مجردة لا يأخذ أحكام الصلاة.